هاي صبايا، بفيديو اليوم رح نعمل مكياج عروس سهل وخفيف باللون الزهري والبرونزي. فحاولت في الفيديو تبسيط كل خطوات ميك اب العروس حتى يسهل تطبيقه على المبتدئات، وبحب اعلمكم انه اعتمدت بهذا المكياج العروس باليت واحدة فقط، واخترت كل الوان الايشادو من باليت هدى بيوتي. لهيك فيكم تطبقوا هذا المكياج الناعم باللون الزهري والبرونزي للعروس بباليت اي شادو واحدة فقط. استخدمت عدسات من لانسمي درجة سكاي بلو. من بعده رتبت العين بمرتب من فوريفر، وزعت المرتب جيدا داخل زوايا العين حتى لما اعمل الكونسيلر رح يكون رطب وما يتشقق معي. من بعده استخدمت كونسيلر من بورجوا درجة بيج وحطيته فوق العين، ونظفت تحت الحاجب ووزعته بالبيوتي بلندر تكون مبللة بالماء ومعصورة جيدا. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. من بعده استخدمت لون زهري فاتح مائل الى البني وحطيته على كامل الجفن كلون انتقالي، وبفرشاة الدمج الكبيرة دمجته بحركات دائرية ومن دون ما تضغطوا على الفرشاة، واكيد لازم تتركوا حركات ايدكم خفيفة حتى يندمج معكم اللون جيدا. من نفس باليت الاي شادو هدى بيوتي استخدمت لون زهري مائل الى البنفسجي، وبفرشاة اصغر من اللي استخدمتها من قبل حطيت اللون على كسرة العين، وطبعا ما لازم تلمسوا اللون الانتقالي اللي حطيتوه من قبل عند وضع اللون الثاني والثالث، ودائما الدمج يكون بحركات دائرية، واكيد خذوا راحتكم بالدمج لحتى يندمج معكم اللون، يعني ما تتسرعوا في توزيع الاي شادو. وبالنهاية تسألوا ليش المكياج مو نظيف، لهيك لازم تاخذوا راحتكم بالدمج، واكيد بالنسبة للمبتدئات استخدموا كمية قليلة من الاي شادو، وكل مرة ضيفوا شوي شوي، يعني ما تحطوا كمية كبيرة من الاي شادو وتوسخوا كل الميك اب اللي عملتوه، وهيك رح يصعب عليكم الدمج. Conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I take my hand, stop the venom and on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. وبفرشاة نظيفة ما في عليها ولا لون دمجت أطراف الأيشادو الخارجية حتى ما يظل الأيشادو محدد، وفي نفس الوقت نظفت الزوائد.
استخدمت كونسيلر من بورجوا وبفرشاة مسطحة، قصيت الجفن وعملت كات كريس. وبالنسبة للمبتدئات، عند رسم الكات كريس لازم تستخدموا كمية جد قليلة من الكونسيلر حتى ما يتوزع معكم ويمشي فوق العين ويخرب لكم كل الميك اب اللي عملتوه. لهيك لازم تستخدموا نقطة من الكونسيلر وتحددوا الكات كريس ببطء، وكل مرة تشوفوا باتجاه المراية حتى يبين معكم خط الكات كريس العلوي وين واصل. So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Oh, yeah. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I take my hand, stop Havana Man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. من بعد ما كملت من رسم الكات كريس، استخدمت لون برونزي من باليت هودا بيوتي وحطيته على كامل الجفن المتحرك، وأكيد كنت كل مرة ضيف الكمية حتى أتحصل على لون برونزي لامع وبيجمنت. وإذا حبيتوا يكون اللون الشيمر أقوى وبيجمنت أكثر من هيك، رشوا على الفرشاة اللي راح تستخدموها بوضع اللون الشيمر مثبت مكياج، وهيك راح يصير لون لامع وبيجمنت أكثر. من بعده استخدمت ايلاينر جيل وبفرشاة الايلاينر رسمت خط من نهاية الرموش العلوية موازي تماما مع الحاجب. من بعده قابلت بخط ثاني لداخل العين على شكل مثلث وملأت الفراغ اللي تحصلت عليه. هذا النوع من الايلاينر اللي سموه ايلاينر الهبة صار دارج كثيرا بلوكات العرائس، لهيك ضفته كلمسة عروس إضافية. وأكيد إذا كان هذا الايلاينر الهبة صعب عليكم، فيكم تحطوا مع هذا المكياج العروس ايلاينر عادي، يعني مو شرط يكون مثل ايلاينر الهبة، لكن مع هيك حاولوا أنكم تعملوا نفس الايلاينر اللي عملته أنا بالفيديو حتى تعودوا ايدكم على الأصعب. وبفرشاة القلم دمجت الايلاينر اللي عملته ودخلت اللون الأسود لداخل العين قليلا. مسكرت الرموش من مسكرة إيسانس حتى لما حط الرموش الاصطناعية ما يبين الفرق بينهم وبين رموشي الحقيقية. رتبت الوجه بمرتب من فوريفر، من بعده حطيت برايمر لغلق المسامات. Mm-hmm.
استخدمت فونديشن من نوت درجة بيج ووزعته بالبيوتي بلندر تكون مبللة ومعصورة جيدا حتى ما تمتص البرودكت ويسهل عليكم تطبيق الفونديشن بنفس الوقت. استخدمت كونسيلر من بورجوا وزعته بالبيوتي بلندر حتى يكون في عندي إضاءة تحت العين. من بعده استخدمت لوس باودر تحت العين حتى ثبت الكونسيلر وما يخطط معي. استخدمت لون زهري فاتح تحت العين ودمجته على كامل العين لإعطاء لوك ناعم. مسكرت الرموش السفلية بمسكرة إيسانس ومسكرتهم على الخفيف حتى ما يلتصقوا الرموش مع بعضها. من بعده رسمت مد مع العين حتى بتوسع العين أكثر. وآخر خطوة بمكياج العروس استخدمت بلاشر برونزي وحديت هايلايتر للإضاءة كلمسة أخيرة. أخيرا هذا هو الفاينل لوك لمكياج عروس ناعم باللون الزهري والبرونزي، سهل وخفيف وبخطوات جد سهلة. إن شاء الله يكون عجبكم ميك اب العروس، وأكيد قبل ما تطلعوا من الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك إذا استفدتوا من الفيديو وسبسكرايب بالقناة، وأكيد اتركوا لي رأيكم بالكومنت وشو حابين تشوفوا مكياج عيون بالفيديو القادم. مع السلامة. Find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I take my hand, stop a venom man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead.